يبدو أن دبلوماسية المال القطري في حصد المناصب لن تتوقف، فبعد فضائح الفساد التي طالت نظامها من أجل الفوز بتنظيم كأس العالم وإيقاف محمد بن همام عن ممارسة أي نشاط رياضي عقب سعيه للفوز برئاسة الفيفا عبر الاحتيال والرشاوة، فاز القطري سعود المهندي الموقوف سابقا لتضليله العدالة بعضوية الفيفا. ولكن كيف لهذا أن يحدث؟ جاءت الإجابة من اتحاد كوريا الجنوبية، فالذراع القطرية قدمت رشاوى إلى الناخبين للفوز بأصواتهم في انتخابات عضوية الفيفا، وللاتفاق على تفاصيل الصفقة قدمت الدوحة تذاكر الطيران على درجة رجال الأعمال ووفرت إقامة كاملة بقطر للناخبين. قطر تفسد كل شيء بأموالها من أجل تحقيق انتصارات وهمية.